أعزائي مشاهدي قناة خالد بازيدان، معنا الآن أحد المتابعين لهذه البطولة الأستاذ عدنان النجار. أستاذ عدنان، إيش رأيك في بطولة العلاف الثاني؟ والله شوف، هذه أول مباراة صراحة أحضرها في هذه المباراة، يعني أول مباراة لي. وأنا لما كلمني الحارس حق الملعب على أساس إني أجي أتفرج على المباراة، وقال لي في فرق بحد شارك في دوري حقك، فلازم إنك تيجي عشان بيقابلوك زي كذا وهذا. وانا شايف ان شاء الله ما شاء الله الفريقين معروفه، يعني كتالونيا والفريق الثاني معروفين ما شاء الله. راح تنظم بطوله بعد هذه البطوله، الفرق المشاركه يعني الرسميه من هي؟ والله لحد الحين الرسميه اللي هي العندليب، طبعا فريق المنظمين، في فريق الدواس، في فريق الروابي، في فريق السبهاني، في والله جاني كذا فريق، بس لسه ما حد يعني لسه ما ادوني الاوكي. ما كلمة أخيرة أستاذ عدنان. نعم، كلمة أخيرة. والله أتمنى إن شاء الله أنه الدوري حقي ينجح، وأنه يشرفني الكابتن محمد نور حضور النهائي. اسم البطولة؟ اسم البطولة دورة الاتحادية. دورة الاتحاد. اسم نادي الاتحاد ولا الاتحاد؟ أنا اتحادي، وعشان أنه بما أنه راعي الكابتن محمد نور فأكيد لازم أسميها زي كذا. هو راعي البطولة. هو راعي البطولة. شكرا. العفو حبيبي.